حسام عاشور فارق كبير جدا، حسام عاشور عنده 11 دوري اللقب طيب ده. واحنا بنتكلم يا دكتور ده لحظه اللاعبين وهم متجهين الى اتوبيس المباراه او الاتوبيس اللي هينقلهم من فندق الاقامه الى ملعب المباراه زي ما حضراتكم شايفين. هشام محمد، معظم اللاعبين متواجدين، ادي كريم نيدفيد هم خارج القائمه ولكن متواجدين لمؤازره اللاعبين وليد ازارو او محمد الشريف وصلاح محسن ووليد ازارو زي ما حضراتكم بالظبط كده شايفين وصالح جمعه. اللاعبين الان او اللاعبون الان بيتجهون الى اتوبيس المباراه للانتقال الى ملعب المباراه. بالتوفيق ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله طبعا لكل لاعب والنادي الاهلي والجهاز الفني، وان شاء الله نرى مباراه تليق باسم النادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير. وكالعاده زي ما حضراتكم شايفين اتوبيس بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا وحاجه حلوه جدا، وكاميرا قناه النادي الاهلي دايما بتكون مع حضراتكم من كل الاماكن ومن كل حته، ونوري حضراتكم على الهواء مباشره ماذا يحدث في فندق الاقامه. مع حضراتكم طبعا ده على الهواء مباشره، ادي كابتن سامي قمصان وكابتن حسين عبد الدايم، واعتقد اللي بيجري ورا ده خدها خطوه واحده اهو، ده الشناوي، ما خطوه واحده ده يبقى الشناوي على طول. مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي وسيرخو المدرب المساعد لمستر لاسارتي، ده سواق الاتوبيس بقى مش عارف. طيب فده طبعا زي ما حضراتكم شايفين على الهواء مباشره بننقل لحضراتكم كل ما يحدث.